الإخوة الوافدين إلى الميدان بثالث أشواط هذا المهرجان. نجم السفير من الفحل الهرم والأم نوال، الملك والمدرب حسين عثمان، سيقود الفارس خالد السعدي أول الوافدين إلى ميدان الأحلام بثالث الأشواط. للشوط الثالث أصلح شوي لو سمحتوا على الميدان. دهمان للملك الشيخ بسام ابن جونيور، للملك عرسان عرابي، وصخرة للملك يوسف أبو صالح. نطلب من ملاك ومدربين خيول الشوط الثالث بتوجيهها إلى الميدان بأسرع وقت ممكن. مرة أخرى نطلب من الأخ يوسف أبو صالح بتوجيه المهرة صخرة إلى الميدان لنستكمل عدد المشاركين الأربعة بالشوط الثالث. صخرة ابنة الفحل مجد شرف والأم ريم، الملك يوسف أبو صالح، المدرب ميمي، والخيال بزيو على صهوة المهرة صخرة. ومن المنطلقات نحو جهاز الانطلاق بثالث أشواط هذا المهرجان الفارس خالد السعدي، يليه دهمان ابن الفحل زين والأم مونيتا، الملك الشيخ وسام، المدرب والخيال تميم. يلا ابو ياسر كما ونطلق وجهاز الانطلاق بثالث اشواط هذا المهرجان. ابن جونيور ابن الفحل بريق جونيور والام بنت فانتوم، الملك عرسان عرابي، تدريب اسطبلات المعتز على صهوته الفارس سالم العقبي. النسر بلاك فرجيني وقبطان كحيل الليل وبهيج. نطلب من ملاك ومدربين خيول الشوط الرابع أن يكونوا على أهبة الاستعداد للانطلاق برابع أشواط هذا المهرجان. خيول الشوط الثالث داخل جهاز الانطلاق، أربعة مشاركين بثلاث أشواط هذا المهرجان. دهمان ابن جونيور نجم السفير وصخرة، دهمان مع الخيال تمين ابن جونيور مع سالم العقبي. بالفعل انطلقت خيول الشوط الرابع على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لنجم السفير مع خالد السعدي بصراع مع ابن جونيور مع سالم العقبي بدخول ثنائي بالمراحل الأولى من هذا السباق بشوط أمهار مواليد عام 2016، والدخول لا يزال ثنائي قرابة المنعطف الأول ما بين نجم السفير وابن جونيور خالد السعدي وسالم العقبي. تدخل خيول الشوط الثالث الآن نحو المنعطف الأول، إلى أن نجم السفير يأبى إلا أن يسطع نجمه الآن ما بين المنعطفين بدخول ثنائي مع ابن جونيور قرابة المنعطف الثاني والأخير. تقترب خيول الشوط الثالث من المنعطف الثاني، نجم السفير ما زال يقود خيول الشوط الثالث، يدخل المنعطف الأخير الآن نحو الخط المستقيم برفقة الفارس خالد السعدي. ابن جونيور يندفع بالمرتبة الثانية، صخرة تندفع مع الخيال بزيو. ما بعد المنعطف الثاني والأخير نجم السفير يقود خيول الشوط الثالث بصراع مع ابن جونيور وصخرة بدخول رباعي بالمراحل النهائية والحاسمة من هذا الشوط. ابن جونيور يندفع من الداخل وصخرة من الخارج، ولكن نجم السفير مع خالد السعدي يأبى التنازل عن صدارة الشوط. نجم السفير يقبل بصدارة الشوط، نجم السفير مع خالد السعدي بالمرتبة الأولى، ابن جونيور مع سالم العقبي بالمرتبة الثانية، وصخرة مع ابزيو بالمرتبة الثالثة. فليتفضلوا أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى منصة التتويج. نجم السفير منذ الرمق الأول حتى الرمق الأخير يقود خيول الشوط الثالث.
المرتبة الأولى بالشوط الثالث كانت من نصيب المهر نجم السفير ابن الهرم والأم نوال المالك والمدرب حسن عثمان على صهوته الفارس المخضرم خالد السعدي الأخ مجدي علوش أبو عرب يتوج صاحب المرتبة الأولى نجم السفير بأولى مشاركاته في ميادين السباق يأبى إلا أن يسطع نجمه على ميدان الأحلام. مبروك حبيبنا حسن عثمان، مبروك لنجم السفير، مبروك لخالد السعدي أبو جمال، مبروك ألف ألف مبروك. المهر ابن جونيور ابن الفحل فريق جونيور والأم بنت فانتوم المالكة أرسان عرابي تدريب اسطبلات المعتز بقيادة المدرب أحمد زعرورة والقيادة كانت لسالم العقبي الأخ مجدي علوش يتوج صاحب المرتبة الثانية بالشوط الثالث. مبروك ألف مبروك يا أرسان عرابي، مبروك لاسطبلات.